الحمد لله كنفتخروا بمدينة العيون، لأن أنا أصلي صحراوي، وملي كنسمع مدينة العيون قلبي كيتبرش. حتى التلفازة كنشوف التلفازة ديال قناة العيون هي اللي كنشوفها أنا وولادي في الغربة، ولكن ومن أحسن القنوات عندي هي قناة العيون. علاش؟ لأن فيها حاجة مسرحيات حلوين زوينين، وداك الشيء منظم والحشمة كاينة. كنفتخر بهذه القناة ديال العيون، لأن أولادنا كيستافدوا منها، لأن قناة كتحشم بزاف وفيها أداب وفيها ثقافة. وكنطلب من الجماهير المغربية إلا بغيتوا تفقهوا تصنتوا الحساني، راه الحساني راه من احسن المغنيين عندنا في المغرب، وغتشوفوا من هنا لقدام هو الحساني. ونزيدكم يا ايها الشباب ديال ولادنا ولاد عمي من العيون، كيفاش غتولي العيون من هنا لقدام؟ العيون غتولي كاع السياحه الامريكيه غتولي تنزل في العيون، والداخله غتولي بحال نيويورك من هنا لقدام، وغيجي التي جي في حتى العيون. ها هو دابا سيدنا غيتشنو في اكادير لمراكش، ومن اكادير غتولي لوتورود، وغتولي دير ربعه السوايع خمسه لكازا العيون من هنا لقدام. هادشي كله ليكم، حنا كبرنا، شوفوا واش نموتوا ولا نعيشوا. ومرحبا بولاد عمي، والظلمي راه صحراوي افتخروا به، اشهر مشجع في العالم، كيوقفوا لي اللاعبين العالم راه صحراوي رقيبي. افتخار لكم، وكنفتخر في كل استجواب تنقولها، لانني باقي نبكي على الوليد راه مدفون في بوجدور، وجدي مدفون في روضه الشهداء، لانه كان مجاهد هنا مع الصبريون. تحيه للشباب العيون، وفيقوا عيقوا، راه تخطانا الملكيه الشيه كل شيء. وفيف لي جون دي مدينه العيون، ايدو ماروك من طنجه القويره وعاش الملك.